بزاف هذيك لاكاشات تشمم با يعني متر وقيله 25 وطول ميم با دو متر ونص ممكن تشوف كنت هكذا الزدمه ولا عمرهم يعني ما كشفهم ربي ما داروا لنا هذيك الماشينه ما يعني الحق مستورين لاباس عليهم هيا هذيك ما كناش عارفينها قلت لك حنا ما ناش عارفينها بالك اللي الوليد شكيت بالترك بنيان الترك هذا وليدي كي كرط الاخر صبناها ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ صدق الله رحمته. هما كانوا يطلعوا عليها ويحبطوا عليها باش تشوف ربي كي يسترهم عرفناش حتى غير كيما عندها واحد العام هكذاك ويشفناها ود قشبة عندها تاريخ تاعها قشبة ولاد القشبة خدموا وكان ديجا غير في القشبة يا 3000 ديسباري ولا اكثر القصبة هي تعتبر شاهد ومعلم تاريخي مهم جدا في الجزائر في 1516 لما عروج بن يعقوب المدعو بربروس جاء للجزائر خمم المكان العالي هو الجبل اللي على 128 متر فوق المدينة بما يسمى دوك دار السلطان دار السلطان عالية فيها كرمة ودالية فيها صندوق الدهب لا كازبا ان تو اي بور تو لا 2 كيلومتر كاري ا بو بري دو سوبرفيسي القصبة هي كبة خيط لو كان تحكم كل زنقة ستة ديال 15 كيلومتر في أزقته وفي شوارعه الضيقة تماما يشبه لعبة المتاهة مكان تاع 60 هكتار الحدود ثانوية الأمير عبد القادر والمسرح الوطني والفوق نقدر نقولوا دار السلطان البنايات متقاربة الأسطح هذا التقارب يعطينا رمزا آخر وهذا الطابع المعماري هو اللي راح يكون سبب نجاح الثورة خاصة معركة الجزائر بهك وجمالك سرك وخير بل 54 كان هذا كاب عبد الرحمن وليد حومتي الله يرحمه قيوتي لايتي قيوتي نيون 57 وهذا العزوزي قاني تول شاهد تاع القصبة اللي طاح لزار مالانا La guerre a commencé avec des hommes, et ceux qui l'ont pris en charge, ce furent d'autres hommes. C'est l'Assoumam qui a pris la résolution de créer une zone autonome indépendante de la zone 4. La zone autonome, qui était composée naturellement du Grand Alger, c'est-à-dire le Harrach, Bir Khadim, Sraga, Ibenam, Shkabinam. Alger, c'est une caisse de résonance. Et c'est le centre névralgique de la colonisation française. Nous l'avons pyramidé sous le hekel de l'os, en trois, le secteur, la région. On est arrivé à partager Alger en trois régions. Et cette zone autonome, elle était d'abord destinée à être la banque de la guerre de libération. Les responsables Tawana voulaient faire d'Alger une capitale politique de recrutement et de contact. C'est après la bombe de la rue de Thèbes que les responsables ont décidé de riposter. La rue de Thèbes, c'est le prolongement de certaines velléités de ce qu'on a appelé à l'époque les fascistes. Ana bomba tertqat hakdak
ما نقول لك زوج تاع الصباح ما نقول لك. كانت هذيك لاري دو تيب واسعه وهكذا تجي حابط حتى عشات كامل ريبه. بان نسمعوا العياط والسوغان والبكاء والناس تندبع تشرع عليك والاخر والعياط قالوا بومبا بومبا. إلى يو بوكو دو مار. بعد بداو يتجبدوا في الموتى وبليسين. فالي فوار الجنازة كيش صارت للوم دو ما أو الأخر. كنا في باب جديد نشوفوا الجنازة سيتي شعب زيرقا حبط و ان موفمون سوليداريتي انيماجينا. ربما هذيك زادت جعلت شعب مدينة سيد عبد الرحمن وشعب القصبة يزيد ينسجم مع القيادة أو مع الطوار. الناس كامل تعس في السطح في الليل يعسوا بالك يجيو يحطوا بومبا أخرى. وهذيك الدالة هذيك الأخرى صارت حتى لاغريف حتى الفيفري. باللاغريف دي ويجور خرجنا بن مهيدي أنا عبد الرحمن خرجناه وعليلو خرجناه من تمك. يفالي بلو فالي بوندون ويجور ما نخدمو ما نروحو نخدمو ما والحوانت لازم يتنغلقوا إلى آخره. ولكن كانوا يقولون ودي يديروا العولة حبوا يوكدوا باللي الشعب الكل راهو مع الأفلان. فهمت كانت باش جوز في لونو يزون بريباري لا بوبولاسيون. حطوا البنات هكذا في لكاسبا يخطبوا محسوبوا وقالوا لنا يزم تكون عندكم كورة جو شريوا الخبز شريوا العولة قست ويجوخ. Quand on leur demandait notre avis, on leur a dit 8 jours, c'est beaucoup. Il faudrait 24 heures, au grand, maximum 48 heures. Parce qu'on craignait, on leur a dit que Kalji allait être quadrillé et maintenant. 8 jours, il y a le Jahannama. Le Jahannama, il y a 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 le Jahannama. Le refuge ou la dar, on a même quoi je n'ai pas dit. Il y a le subir, peut-être le Qifar. Jamila Bouyer a rafta, ou Mara Fahla. À خاطر la grève de 8 jours, donc, la grève. العسكر كانوا في الطريق وهي مع بتي عمر تنقز من السطح للسطح وتهضر مع الشعب. اي لا دون اونتر اون ليس لي جون غارسون كوم بتي عمر كي يالي دو ميزون اون ميزون بريباري لي جون بسيكولوجيكمون. بعد لا كريف لا ديباكل توتال تاع لا زون اوتونوم تاعنا. Quand le réseau des bombes a été découvert à Beir Khadem, Hassiba a dû se cacher. يقولوا لهم كي يكونوا حاطين في الدروج واحد تخبيه هكذايا ويقول لهم فو فوايا مدام ايسي مانو مي لي دونغي اليمونتيغ زعما نحطوا السميد نحطوا تقول لها مي زمان ستي لا كاشيت تاع المجاهدين. كانوا منا يديروا السلم ويطلعوا يدخلوا بعضهم من بعد يخرجوا بعد فيه. Elle a été condamnée par Koutoumas à 20 ans de prison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a été obligée de d'entrer dans la clandestinité. رابح ماتيرا هو اللي كان يبني كاع هذا الشيء هذا اللي كاش هو اللي بناهم سي تان ماسون وليد حومتنا. ما مير ابري ا يو دي كونتاك كيل سافي وين ايل الي كيل ايتي ا لا كازبا كيل افي روجوان لا كازبا كيل فيزي بارتي دو لا تيت بانسانت دو لا كازبا بوسكيل ايتي افيك
عندنا يسمى بيته تاع العوله في البرومي كيما نقولوا حنا في وسط الدار. وهذيك البيته جايه بين السقيفه وسط الدار، جوزوا عليها يسمى اللي يشوف الفوق يقول ما كاين والو السقف برك، وهي بيته تاع العوله. وهذوك اللي كاش اللي يعرفهم غير اللي يدخل مع السعدي ومع علي، هذا ما كان جا شاف علي لابوينت لا كاشيت وين توالمو قلب الدار من السما للارض وسط الدار الفوق حتى السطح. من بعد قال له متوالمنا غير هادي، هو اللي كان يبني وحده دونك بنا لا كاشيت تاعه وحده. اي ما قال لها ولا تقدروا يعني تفرغيها لنا، انا حبينا نديروها ان كاشيت. قالت لي روح الله يعاونكم، قالت بصح ما تنكشفوا ما والو، هم يقولوا يجيبوا هذيك الماشينه تاع السلاح، قالت يعني يديروها في الحيوط ما تنكشفوش. قال استر ربي عادوا هنا تشور صح يروحوا ويولوا، يروحوا خطات يقعدوا ثلاث ايام اربع ايام يعاودوا يرجعوا. كي يكون هكذا يسمى في النهار راهم يقدموا يقصروا يخدموا مع خدمتهم كما الزهره التي غير مع لا ماشين هي وياسر على لا بوينت، ما يخرج ما يدخل خاطر لي ريشيرشي معروف ما يخرجوش، الا خرجوا سي فريمون اون زون ميسيون افير ويوليو. وهذه فضيله كانت تفرش لهم لا خشه، يا تفرشها بنطير حاتم خايدي يا تخملها يا تفرشها يا تمسحها. في وقت الثوره وكان مرات من الدنيا كانت في الهدوء، قالت لي كنا نطلعوا للسطح ونقصروا خاص خاني توفيو ما كاش الاكسجين ما فيهاش مغمومه غير السماشه هذيك، وديك السماشه مساكن ما يقدرش يغسبيها وفي اربعه. ومن بعد زاد محمود كي لي غوشيرشي زاد معاهم لداخل خمسه ولاو. ولا كيجي خارج بن مهدي الله يرحمه يجي يقول حميد سي محمد راه جاي، حنا كنا نقولوا سي محمد ما كناش عارفين بلي سي مهدي. وانا بت معاهم يومين غير طفيت، بعت نشهد ونستغفر نشهد نشهد يا رب اعطيني نموت يا رب سلكني يا رب نحمد بيا نموت وما نقعدش في هذه الغمه. اش بك تحس الموت جيت غير بشويه سبحان الله خاطر ما كاش منين غيسبيري. نشقوها غير شويه حنا نسمعوا العسكر برك نعاودوا نغلقوها ما نقدرش نحبطوا. وخويا يقول لي بالك تسوغي دوك نخرجوا ما تخافيش وما تبكيش يا اخي ما كيش جعانه ما كيش خايفه. قول لنا لا 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 نحب غير نخرج منها نخاف انا حنموت انا حنموت نحب نخرج منها ما نقعدش هنا. وداك عمر يقول لي شوفي انايا علاش راني قاعد معاهم. ومن بعد نقول لنا اي خات كنتوا انتم غير في اربعه دوك انا في خمسه. وجميله كانت تخيط قولها حسي باك كي تجي الحوريه ندير لك ربا شابه باش تزوجي انا نخيطها لك. يجي لي بتاع عمر يقول لي بن مهدي هاو خارج هاو خارج باش نطلعوه نخرجوه من عند لابولونجري تاع حميد شيبان. سبق قبل ما يخرجوا هو يدير لهم الطريق دي فوا يا فد القفه ما نقدرش نقول لك واش فيها وعلى بالناش دي فوا يخرج مع حاسيبه ثاني دي فوا هكذا يجيب كي تكون كاش قتيله ولا يجيب السلاح للدار كل مره كيفاش. قبيح يلعب يجري صغير هابط لها وحبط ها لا تهضر كلمه كاش ما تقول لهم كلمه ما كيخطاش يزعفين نقول له كان يجي راه يضربوني نجيب لهم الهنايا يدوهم يحبط قبالة قالها حبط قبالة قالها لخالو قالوا هذيك تمسخر بيك هذيك ماشي تاع اللي تبيع ايه اللي يتبع يتبع يجيب الخبار هو صغير هو يجيب الخبار ما يصرفوا قغام هكذا ما نصرفوش عليهم وشنو حنا مالينا يغسلوا لهم يحدوا ياخذوا تولي ما تاع على حساب داك البيته هذيك سخونه بزاف الصبح يسيلوا بالعرق يحطوا ما عندي ما نقول لك ينعصروا ياخذوا يندوش. يما قالت لي سي العربي بن مهدي كان مخلوع فيها يقولها بنتك باسكو يما كانت تطلع وبابها كانوا يطلعوا يشوفوا حسيبه في لاكازبا يقولها لبنتك تحاول صغير تفهم. قالها واحد النهار خلعتني قالت له بون ديروا لي بومب بصح اون فا تشوي ديزينوسان يا سي محمد. قالها شوفي يا حسيبه
C'est le seul moyen qu'on a. Ils ont des chars, ils ont des avions. Je vais aller préparer. خو الخوت دائما بيناتهم يعني يشتوروا كيديروا الحاجه يعطي الفلان ولا روح لبغداد الشين والله يرحمه ولا روح لبوات ولاد فلانيه بلا ما رجوز معاه ما يهضر معاك ما والو كليك هكذاك راك روح لجهه اخرى وما يشوف فيك ما والو هذه هي الخدمه تاعو كانوا يدخلوا لينا العسكر ويحطونا كل واحد يحطوه في عرصه ويجي هذا قودار يجيب لنا الحلوى والشيكولا يقولنا شكون كاين شكون جا شوف حاسيبه نشوف الدري في الزهره نشوف يعني نشوفهم بصح ما نهضرش معهم السول اللي كان تجي لدارنا تجي كي كان دبيح شريف يخدم البومبات في دارنا هي جميله بوير بصح العلاقات كانوا طيبين بين جميله وحاسيبه طيبين ماشي غير طيبين كان معايا عليلو وبوشوره زقالي بتاع عمر قال لي ارواح انا نطرحت له وجا عليلو بالك كان يروح للسعدي قال وقت القصران وقت اللي ينوضوا يشعلوا النار ينوضوا ومن بعد جا قال له ولي البلاستيك قال له انا نقول لك ولي البلاستيك زقيت له هذا حبي يتصرف معاه قال له انا نقول لك حكم بلاستيك ما تصرش معايا قال له تي اوتوريتير ما تحنا نوضنا دي فوا نوضوا نبكوا معاه دي فوا يكلخلوا بابا يجيب له الحلوى يجيب له هكذا حويجات من الزنقه باش ما حسبش بيا ينسى يما ينسى ما داير كان قاعد مع خالو يخدم مسكين اي ال فولي لي برودوي شيميك بور فير لي بون لافير دي بون تاع لي ستاد انا درتها مع بوسور عبد الرحمن عطاها لنا على علي لافوانت في الدار باش غابو طال في الباس كليبر عطاهم لنا عطانا جوج بومبات خرجناهم من باب جديد منين كنا نخرجوا بن مهيدي علي لافوانت شطاره وحاسيبه شطاره جميله كانت تقول لي حاسيبه كانت واحد الشجاعه واحد الشجاعه روح تقول لي انت علي هو يسبق وحاسيبه كيف جميلة قنا كانت كيف الزهرة الكل كانوا ما كانش حاسيبة كانت ما تسمى المعالقة تاعها خطيتنا كاع لي جروب ارمي ولا كذا لافير دي بوم معاها وكاش ما يعطيوها ميسيون تروح هكذاك كاش ما توصل حاجة ولا كذا مي حاسيبة مي كان المعالقة تاعها ابار ياسف السعدي وعلي ما كاش واحد اخر تهضرش مع واحد ولا بتي عمر خاطري نقول لك صح ما شفتش انا شجاعه كانت بومبا في يدها وتجوز قدام لي باغا يقول لها ولا جولي جان في قالت لي تضحك لهم قالت لي قلت لها غاولي اوني تون روتار قالت لها سي با ان بروبليم سي ال دو اكلاتي ابا لي كلاترا elle a fait partie du premier réseau des bombes vraiment كانت كي عليا convaincue ما كاش كلام معاها حاسبه لي على بيسين Elle prenait son sac, fait avec le sac qu'on y a du miyahdar. Il y avait les bombes, il y avait les produits, il y avait les tracts. La, quand le hala calme, on barra m'aana, ou yokdouna, bsah, belassa. يعني عس شوية هام جولة سورتية دوكي دوك في الزربية يعني كي توان مكثر يكثر ما توانش طيب وقاعد يعد في طاقة داير كرسي ويعد قعد تماك السطاح يعس واحد وشد التواقي تاوعنا فيهم شغل هكذا الضربوز هذاك ما يبانش اللي برا ما يشوفش واللي داخل يشوف واش كاين برا تواقينا هكذا كاع جايين في كل تبقى فيها طاقة يعس يمشي بالكبابس هكذا معلقة قد كيماه ما يعطيش فيها لا مال ما تكارون تنفع حتى نحيلها على كروس ويديرها تحت كتافه ويخرج بها مو هذاك المات حاشاك حتى في بيت الراحة يدي ما كانش لا مال ولا كي يطلع للفوق ولا بالميتخايل ديرها كي يكون قاعد للفوق يلحف لها بسربيتها باش ما يعرفوش ولادنا كانوا صغار يلحف بسربيتها ويحطها ويقعد سميشه هكذا في السميت في السيط وين الفوق قالت لي واحد النهار جاو لي بارا اون سوتي دو توا ان توا لا كازبا قالت لي ولي لي ميتخايات قالت لي وحسبها كان عندها سروال عرب شرقه
قالت لي كي دخلنا هذاك السروال كان تخوي دبال، قالت لها شفتي داروا لي كسكاسة في السروال نتاعي. قالت لها غي تعرف السروال مسلوق والله العظيم غير رافاي داخل منه داخل مسكينة كاع مدخل كيما هكذا عملت السطارة وتيراو عليها وجا رصاص في وسط السروال. هكذا مسطح سطح يهرب ومسطح سطح يروح لاكاشات. شفتها من ساعتين مقصرة معاها ويا جات بصريول مشلوق وحايك متورخطة بلوندها. معلي حاسبة مسكينة تخد كي العجوز على بالك هذيك العصا صباح حتى لهنا وشعرها واش نقول لك بيض الله يبارك. الوغ يما مسكينة دير لها فاق خصنا الحنة بالشوية كي تخرج للزنقة تتلف ودايما مسكينة مكبوبة مشت كي تمشي. سناوه تماك في القهوة تاع الزوز غير يجوز نعرفوا بلي يسحقنا بلا ما يهضر معنا نروحوا ليه. انا دراري كنا قلت لك نلعبوا هكذا خيبه لعب معنا قراوج بوبيا زعما ونتلفوا له شويه ينسى مسكين مالي وكي تجي ديك القنطايب كي على يماه وباباه الى بالدرو ما يقدرش يشوفهم وحنا باش يجوا عندنا ثاني ما كاش كيفاش بغيتو ديور قراب بيناتنا زوج زنق يجي هكذا غير نشوفوه جاي نعرفوا بلي لازم نروحوا ليه ما كان له يهضر هاك يعطينا حاجه هذوك لي بيفطون باش نعطيوهم لي جروب ارمي. حاسيبه كانت عندي الفوق في الغرفه قرات كتاب عندي ومن بعد كي كملت دارت سيلو بين الكتاب والكتاب وكانوا في اليد سيركلاو من بعد قال لي العسكري قال لي انتي تقراي قلت له لا لا خاطش يقول ما تهضريش تهضريش الروميه قال لي نو سي توا قلت له لا ماشي انايا قلت له كان محطوط تاع مولا بيتي يقرا دوكا في السبيطار من بعد خلاص سكينه تغد من داك نتريا قالت لي سكينه سمحي لي قلت لي كان داو كانت كيدوك عليا. Et elle disait toujours c'est son devoir. Pour elle c'était un devoir de faire ce qu'elle faisait. تعرف هذيك القله يوجدوها في النهار ويغطوها بكاسكيطه تاع العازب ويرموا كل واحد باش يرمي خاتم واحد سلسله كل واحد باش يرمي ويبخروها ويطموا سبع عيون ويبخروها بسبع الواح. سبع بيبان تاع اللوح دخلوا ويخلوها السبت يبداو يرموا الماء ويعطوا الفريق ندورو كاع باب السطح باب الدار نقعدوا في وسط الدار ونديروا البقاله. كاين بوكو دو بوكو دو كونفوفياليتي تعرف اسمو عايشين كي اللي ما راهمش كي اللي ما كاش عليهم الخوف. كي كان عمر ولا الشيخ شي مسكين عاد يقعد في الدار وما يخرج لا للزنقه لا لوالو ولا محمود خويا غونبلاصه يسمى هو اللي دار فدائي تاع كلش يدي الخبر يجيب سي با كي لو كاشيريان ربما كان داك الوقت ديجا مجنن كان في اتصال مي ا بارتي دو مومون و يا بي اوكين انديكاسيون دونك جو بوفي مي برومني افيك لي ولا مي شافو واش يجيب دي فوا في يديه كي كنا قدا لي زاتون تاع بالك مكحل ولا دا واش نقدرش نقول لك واش قالت لك elle discutait des journées des soirées entières avec Silharbi Ben Mehdi ou avec Mustafa Bouhired. وين راهي لا ريفولوسيون où on en est. كانوا هنايا ثاني في رمضان يبدوها عندنا خطره في رمضان يعطيهم لوثيم بالسلو الله يرحمه سلومي طلع يعطيهم ماكله الراجل بالبن كسكسو رمضان قالا هكذاك مساكن عاد يجوز ماشي يعني كيما العياد تاع الفرحه وتاع دائما عيد تما كيسمى في دارنا دائما حزين تشوفوا ما هكذاك مساكن لا ماليهم لا ولادهم لا تشوف هذيك حسيبه تبكي تشوف هذيك الزهره ظريف ثاني تبكي تشوف مساكن الا الله اكبر الله اكبر. قالت لك في لاكازبه تطلع ولابوغاتوار كانوا يقولوا لها اللابوغاتوار قالت لي سه 10 سوايع 8 سوايع وهي تخدم البلاستيك بو فير لي بومب قالت لك تخدم قالت لي تحبط يا فضيله يديها متشرفطين هكذا حمر كدم قول لها وسا برول جميله ديري لي شويه زيت قالت لي توجور
تبسيمة في وجهها. عمر كان صغير يقعد في الطاقة يلعب مع أولادنا كانوا صغار. وكيف هكذا يومية عنده واحد الخارج الكلاس الثالث على الطيارات يدير فيها المحمصة ويضرب بيها يوسط الدار في حي الدنيا يضرب الزنقة يقول لك مسكينة أني نقرص على عسكر 80,000 عسكري من كل نوع ما فيها رجال من الله تاع نصيب بيزار وبعد ولينا مرشرشين في الزنقة ولينا مع السعدي يسمى ديفيسيلمون زادوا حكم ورز قيلوني الله يرحمه كان لو تروي لوكات ريكاتون وحده فيها ياسف وكان وحده فيها علي وحاسبه وكل شيء كانوا تما السعدي سافيك علي تيوفاس باسكو وعلي سول سافيك ياسف تيوم فاس إلا بطاطا جي ما طاحت إلا بالخوانة هذا يبيا هذا هذا يبيا هذا بس جيبش خبر حتى يزموا عليك ما غير كي راح سعدي خي راح كان عنده غيونيون لك شما عنده قال مريض بالكراجم هو راح إذا ما عرفناش وين حتى سمعنا بيحكمه قاعدين يتضاربوا بين يسمى لي زواف وهو باش يقول لي بارا داك الوقت كانوا ما قدر يدير حتى حاجة حتى خلاص المصلح بلا ما جاب خبر قعدت له حاجة يديرها قال لك خفت على الدار اللي قدامي خاطش 3 والكات متقابلين هكذا يقول لك كوم كومون دير كوم اون اغريسيون بوكو بلو فورت كو سيل كيلز افي فيكو اي سو سون ديكوراجي ومن بعد ما مسكينه تصبح صبحوا يهضروا عليهم في الجورنال الاخر ومن بعد حطت السلم دقت قتلو قتلو الخو قال واشنو قتلو وينك الخو حكموه حس مع الزهره الظريف بعد ما سمع باللي سعدي طاح هبل تعرف والله العظيم مازلت دوك هذيك قطعه تاع الدم كيما هكذاك حبط هكذا الدم يقطر هنا حب يقلب الجزائر حب البومبات كاع يخرجهم كاع هكذا ولكن محصوره غنحكم السعدي قعدوا 3 ايام حسيبه وعمر ومحمود وعلي داك الوقت قتلوا يما بقات دوك لا حبيتو اللي داير طريق لاباس عليا قال لا لا روحوا مسطح خير كي تنحكم السعدي باش علي راح لاكاش هذيك خلاها بور لا ديرنيير سيتياسيون قلتها جميله انا ما نحضرش ما نحضرش الاستقلال قلتها وعلا قلت لها شباني شكا ما نحضرش الاستقلال وحنا غير راحوا علي لابونت قال يا يما في طمن طلاو عندنا هنا امانه بالك وتصاور تاع لي جون اللي راهم هنا في لاكاسبا كل تصاور راهم هنا وبالك راهي انسوم كبيره تاع دراهم وبالك البلاستيك ماذا بكم وحده تعمر وتقطع وتم يحاشك في بيت الراحه والخطر من الماء 3 jours avant la mort avant sa mort ماما راحت شافتها بستها قد بست اليد يمين لا ولا لا لا تاع بابا بستهم لا قلت لهم سامحوني لا درت حاجه ماما سامحيني بابا سامحيني بالكلاب بالاخر حاصل ما عندي ما نقول لك لي زواف لي بارا البلوات كاع دخلوا لدارنا الدار ولا تنغون الاولى اون غرونات في البير اون غرونات في الجب هذه لا بروميير دي شوز طلعوا غير تشبهات تقول بياد كما بابا بابا لا يخليك لا يخليك ادعي لي ادعي لي ما تطيحش في اليد العتيان حيا هجموا سيركلاو وقالوا للناس خرجوا من ديارهم ما قالوش شح نديروا قالوا برك خرجوا من ديوركم حبيتوا تخرجوا للزنقاكو ما حسب كان خاطش كان كوفغوف هاكو مسهل الله يسهل عليكم ما نديرو لكم والو اللي حبي يطلع للسطح يطلع وحلوا التواقي وحلوا البيبان 15 يوم هكذا كمر التعدية دايرهم البومب قال لك انا عمرها فرنسا ما تحكمني على لابوانت جامي هكذا يرقد بها ينوض بها لي باراشوتي سون فينو اون لو ا دي رانطوا لو ا دي نو سي تيل كا دي نو الا با فولو سو راند ترتقت كي نقول لك الدنيا راحت وجات بينا الدنيا راحت وجات وجات زعزعه Thank you.
تموتي. هذا الصوت يقعد في ودني. من هذاك النهار دابا عقلو راح. محمود قال لك كانت في يدو الكابوس خلاوها هكذاك في يدو. دار هكذا صاب عينيها زرق وعندنا خانه كامل حنا لنا كامل. جو سي با دو كومبيان دو كاميون دو بارا روج. تا واحد ما كان في الجبانه ممنوع تماما تجوزو قدام الجبانه. اسيبا في الامبولانس لا ميتخايات على راسها وهو قاعد لا ميتخايات على راسه. جو متروفي اون فوا اون ريونيون في لاري دو لا غرونات اون بريزونس دو بن مهدي دوب هذا علي لابوانت إيد سعدي. وتقولها شوفي جميلة أنا نحب كي نموت تدفنوني في سيدي محمد تحت شجرة. Et là j'ai pu apprendre de la bouche de Karim Lapointe jamais je me ferai arrêter ou je me laisserai prendre. يسقسوني عليه خاطش مرات كيكونوا يبداو لا فيزيت واحد لي جون يقول لهم علي دار فيكم حاله علي دار فيكم حاله. مرات خاطش يسمعوا لي جون يتكلموا عليه. كان راجل بالرهبه و كومون كنتير حاسه ديك اللي كان دونجاجي كونفينك علي عمر هذا هنا وين زاد هنا وين زاد راه له من المكان هذو وسكنوا في مليانه كاين ظروف اللي يزودوها ما لو كون بعد راح يجوز في مليانه في مليانه فما زاد كبر. كي جاو من تحت سيدي بوزيان تاع السجرة جاو لهنا قباله ساري سكنوا هنا. ميلاد الشهيد علي عمار يعني 14 ماي 1930 يعني وافق سنة ظهور أول فوج كشافة إسلامية في مليانة هو فوج ابن خلدون كما وافق احتفال فرنسا بالذكرى المئوية وكأن يعني الجزائر كانت تنتظر بطلا ليولد ليقول فرنسا أن الجزائر لم تصبح فرنسية. علي من هذوك اللي يضربوا حتى يموت. علي سيتي نونجاجي نجم ما عنده حتى حسابات كما كاع الرجال اللي طاحوا السلاح في يدهم وما حطوهش. سيتي نوم اونجاجي ما يتنحكمش حي. هذه سي لا بوان دو بلاغور يسموها وين يروح اللي كاجي ويبلاكي ويبلاكي باش يروحوا عطاوها لا بوان دو بلاغور. بكري اما علي نضربوا الكبور بالحجر ونهربوا اما انا ولاو كيفاش ما كان يقول علي يقولوا لا بوانت لا بوانت علي لا بوانت حسب علي لا بوانت حسب يروح لا بوانت. لما السعدي اتصل به وكذا وكذا دار له التجربه صدق وليد مليانه الله يبارك. مدينه مليانه مدينه عريقه قديمه من اقدم الحواضر الجزائر القديمه. علي عمار احكي له يماه على واحد عمهم بكري بكري كما واحد كان في تجوز ثاني اللي دار حاله وش هذا يشبه له بلا قتل 12 قتل العدو قتل الجدرميه قتل كل شيء. حكموا له هنا في مليانه وداوه للكيان اون 1866 من بعد اللي قعد في كيان بوندون 27 سنه. يقول لي انا كي نكبر ندير خدمه لعمي. ايفيكتيفمون جات دخل في الاخر في يعني في الثوره ودار الشيء اللي كان في 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 راسه وهضر عليه كي كان صغير داروا حتى يعني حتى لافا. ظهر ما يسمى بالنشاط الحثيث لشباب منطقة مليانة من بينهم حمدان باطل والسيد طيب بن طيفور إلى جانب صديقهم علي عمار. الملكان يفوت من ثم كان يكلوا كل شيء كنا قباح شوية كل شيء نزموا على الكاميرا الداخلية التوني وسلاح وكل شيء نخبيوه منهم كان السلاح اللي خباه علي عمار. اسم محمد محمد باطل علي عمار كاين بزاف ثماتي كانوا يقراوا في المدرسه هذه. محمد باطل اثر كثيرا في شهيد علي عمار وكان من بين الذين قاموا بتنميه الروح النضاليه في هذا البطل العظيم. كونتو لي ريفوليسيونير
كما رسخيلوني كما محس صغير كما كاع اللي شهدوا كاع الرجال اللي جاو كما خليفه ابو خلفه ضرب حتى مات كي نحكموا في الروفيش فلاري مارسيل ديكلو هذيك في واد بساكره ضرب حتى مات. هذا قابري كي يطلعوا يقراوا دراري اسبانيولي يضربوا بالشغرب علي لا حاش يضربوا يدخل عليه. ما كانش شك في الشيء هذاك اللي كان يخدم فهمت راهو مضحين راهو عارف واش يدير احنا دونك نسمعوا غير به علي لا بوينت افي علي لا بوينت سوسي. شوفوا الكاركتر تاع الواحد كيف يشد السياسه كل شيء الوقتيه والتضحيه والسريه والماليه. دابوغ إلي تي تخي ريسبكتيو ما تكون غير القناعه معاه. كاع كنا كاع وقت فرنسا كانوا البانديه وكذا بصح ابارتير دو مولي انضم للجيش هذا للثوره ما قعدش. فتاثر اهل مليانة مثل شباب الجزائر بهذه الافكار الوطنيه التي تدفعهم للدفاع عن الوطن وحب الوطن وعدم الرضوخ للتجنيس. حتى الوقت اللي هو عيطوا له لارمي كان قبيل علي لابوينت عيطوا له لارمي ومن بعد كان حكايه تاعها كان هرب لهم وكذا. طويل وقبيح. يمشي غير على صبعتين انزلي حاسك. فايق الخزه تاعو فايق. كي يوقف معك سبحان الله العظيم طاوس هكذا برابيد برابيد كل شيء. يخدم يدير البومبات يقرص. علي سيتي ان نون فالور افيك دي فالور. هو كان شعبي ليه هو بالذات ما يحبش الظلم. لو تيب اكزيكوتي اكزاكتومون سكي بونسي. Il ne s'est pas rendu, il s'est fait tuer à la banque. C'est lui qui a actionné la banque, ce n'est pas autre chose. Je crois que la pointe, c'est le Baba, Allah yarhamou saleh, qui est ici à Miliana, qui a été mis dans le habs, qui a été mis dans la ville, 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 qui a été mis dans la canapé. قال له روح المليان اقعد مع لافامي باسكو لافامي ما كاش كون يقعد معاهم وانا نضمن لك باللي نخدم كاع حق لافامي. ما زادت في فرنسا باباها قبيلي ويماها روميه وكانوا يسكنوا في شلف العاصمة وعندهم دار كبيرة بنخل دار كبيرة وحسبة زادت فما بابا كان عنده شوفير وشوفير كحل وحسبة المرة بيانتها مرة كحلة هذيك الدار وين زادت لادريس واحد Et c'est une fille dont elle est issue d'un milieu très aisé d'ailleurs. Elle a étudié avec les enfants de Khmemes, avec les enfants des villages, avec les gens basses. Et après, elle s'est dans Bellecour, rue d'Arvin. Et là, elle s'est dans le Nimsi Chazou. Qui était en France, qui était avec elle. Et elle lui a dit, tiens, voilà la fille du Bico. وكيت كانت تخرج مع باباها سا سي لا في دو لا فرانسيز بروميير جور سا لا شوكي اللي رانتري على ليكول لي فرانسيز دوفون لي مسلمان ديرير حسيبه هي مسلمان جات من لورا قالت لها نو توا لا بتيت بلوند مي توا دوفون قالت لها نو مو شوي مسلمان. On peut faire le saut un peu dans l'histoire entre حسيبه بن بوعلي فاطمه مسومار. أستاذة كانت تشوف اليدين تاع البنات كل بنات ديرها هكذا وهكذا باش تشوف الاطفال نتاعهم دقيقين لا يديهم الروميات يديروا هكذا وهكذا كي يجوزوا الوقت نتاع العربيات هما يديروا هكذا وبلا لا غيغل دير هكذا باش تشوف لما كانش القبل ولا السيبان كي وصلت الحاسبه قالت لها غونت قالت لها نو ريغارد. ستي ما كملتش فطورها في الطريق كانت تاكل الفاكهه نتاعها طاشات ربطها وحاسبه ما تحبش نقولوا لي زغاب سون سال نحت لها ربطها
faisait du latin, elle faisait de l'arabe littéraire, du français et de l'espagnol. Hassiba, étudiante, bint bachara, militante, c'est pas n'importe qui. Elle me dira, aïtetelha, katelha, serektil kami, nta habibtek. Hassiba, katelha, estenel, ana roh tout de suite, ana aïtet l'imma. Tout de suite. حسيبها قاتلها الدين واحد جوزيلي في المجلس التأديب الغد من داك جات هي دخلت المسيد والمديرة عيطت لها أنا غتخوفي لها بغوش سايقي لبخوبلامي غيقلي تشوفها دان لا كلاس قاتلها نو بهدلتيني دان لا كلاس مدام لا ديريكتريس نو أوني با دي فولور مي لي فرانسي سون دي منتور ألوغ فو فوني أن كلاس لو دير أوسي أون بيل في intelligente, elle était lycéenne, elle est issue de bons milieux, bien éduquée, qui a tout donné à sa à la révolution. وهذيك المربيه كانت تحب حسيبه بزاف بزاف وحسيبه تموت عليها. واحد النهار جات الجزائر ملحفه قالت لها ما نروحوا نشرو غو ميشلي. كنا نسكنوا في الشان مانوف. خدات البوس صابت ام تي جونوم قاعد قالت له جون هوم لوفي فو ليسي لا دام ساسواغ قال لها كيسكو فو زوكوبي دي زاراب قالت له سيت اراب سي ما غران مير قال لها باردون فو زيت بلوند قالت له وي شوي بلوند مي ما غران مير الي نوار لو جون هوم حبط حاسبه قريب ولد في البوس باغ سي فواياج ديتود كو حاسبه ديكوفير لا فرانس ليتالي l'Espagne, l'Allemagne. Elle dansait très bien. Qui t'a parlé de cette fonara, qui t'a parlé de la Fadela Djelia ou la Mrim Fekai à l'époque, ou la musique espagnole, qui est toute à la musique espagnole, parce qu'elle a été très touchée par le franquisme. Elle fréquentait le 12 Z avec ma mère. À l'époque, le 12 Z, on donnait des pièces de théâtre en arabe, on donnait des films. Ou quand tu te rends bzef bzef maïma, t'as des belouas. On colo, il y a de goul. Alors que tu blondes, d'achat, bain, azla, goul, ou tu dis haoudi. Quand t'as des chelfia. كتبت عليها قصة قصيرة سميتها لا كولومب كي بحال حاسبة مبوالي جات في حمامة وهذيك الحمامة كل ما تسمع ناس يقولوا حاجة ماشي ملاحة للثورة ديك الحمامة تبدا تبكي فواياج ديتود 1953 سي سون ديرني كارني دو فواياج راحت الجامع نتاع باريس اي جو في فو لير سكالا دي بور نو كي افون لو بريفيليج دو فير دي زيتود tant à faire pour mettre notre intelligence, notre activité et surtout notre cœur au service de nos sœurs qui sont moins privilégiées. Mon Dieu, faites que nous ne vivions pas en égoïstes. Notre pays a besoin de nous. Elle faisait des mathématiques d'un côté, et elle faisait des mathématiques d'un côté, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hassiba était très marquée par un film. C'est fait l'islam. Hassiba كانت تصلي. L'islam نتاع الجدود. Elle avait dit vraiment, les Arabes, ils ont fait beaucoup de choses. Les musulmans ont laissé des merveilles. Elle lui disait, maman, si tu voyais les jardins de l'Alhambra, on dirait que tu es au paradis. Vous savez qu'il y a son nom en Amérique? Il y a une rue qui porte son nom en Amérique. Il y a des historiens américains qui sont en train de faire des études sur elle. Il y a aussi Bouhamidi, ce jeune de 17 ans. On ne connaît rien de lui. Je crois qu'il est temps pour de faire du travail de recherche pour déchiffrer un peu sa mémoire. Un garçon extraordinaire. À l'âge de 13 ans, il a fait un chèque de faire un son.
قبل ما يجي ياسف وعلي لابوينتا حمود الله يرحمه قلت لك كان يقرأ معايا درنا عامين اكزاكتومون باسكو درنا حتى السيرتيفيكا ديتود قبل وانك تروح ما يقولش واش راك دير ما يقولش راك تروح للمسيد يقول لك روح للمسيد الشيوخه يتبراو وكنت نقرا في المورك تاوا كان واحد المسيد يقولوا له ليكول دو لا ري دي سودان واللي كان معايا في الطاوله ابو عميد محمود ومن بعد ولاو لي كونفوكاسيون يجوا للدار اللي ماوش يروح للمسيد اللي دخل لنا لا 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 الروح اون كلكو سورت هذه تاع الحب الوطن والنضال وهذه سي لو ديريكتور اللي كان اسمه بن بليديه ولا خرج من المسيد يما تزكيلو غير فوايو كان يعطينا ديكور دو باتريوتيزم يجي يحط ماشي غير انا ومحمود الله يرحمه يجي ياكل لي ديكاسكروط ويروح دي فما يفطرش ما يتعشاش دي فقط ما نشوفش باليومين ثلاث ايام يجي يدخل ويخرج كان هو يعطينا يقولنا سي فوت بي سي سو سي ربينا خافوا داك الوقت شوف قبيح يعني ما تعطيش نقولوا ان بتي جون هكذا تخاف ما تخافوش ولا كاش الهضره معاه وخرجوا دي جون اللي برزوا كيما عرباجي كيما علي لابوينت كيما محمود بواميدي ولد عمو ما زوج جي ساتو خرج مسكين خسر الزواج بو مدينة سيدي عبد الرحمن والقصبة مدت شبان من 16 17 18 وجي طالع والديه غرسوا فيه شخصية قوية جدا وحب الوطن ساكت عاقل وكل شيء وكنا نمشيو كيف كيف كنا نروحوا حتى لعندهم للدار وحنا نقدم لي بعلام مساوي قالوا هاوليك اللي هضرت لك عليه بعلام قال لي سي بيان سي بيان ما قال لي والو مي اون بعد جي سو ابري بعلام مساوي سي تي ان شيف كان لا ريزيستانس يعني داك الولد كان شاد السر الو كي لي تي اجون دو ليزون ديريكت ما نعرف وين خاطر نعرف منين كيفاش يخرج كيفاش يجوز ومنين يجوز فتي عمر الله يرحمه عمر الى يجتمو il doit transcender le milieu familial تاعو الى اخره pour être la propriété de tous les algériens de la mémoire algérienne la mémoire avec un grand M donc tout le monde a le droit de travailler sur ça et de l'évoquer il est sorti de l'école à cause de la guerre croyant pouvoir par la suite une fois la guerre terminée continuer ses études وكانت تموت على بيتي عمر باسكو بيتي عمر على لاج دو سون فرير طفل عمر هذا كانت عنده واحد الميزه اولا احتك قلت لك بزاف بجدو وجدو غرس فيه واحد الامور قمه في ماذا في الشخصيه تاعو تي عمر كان يلبس حتى الكوستيمات كان صغير 13 12 سنه كان يلبس كوستيمات يلبس كوستيم بروب نقي 1993 عند خالتي حاجة ذهبية الله يرحمها برحمة الله خزرت فيها قالت لي هيكوت قالت لي 1962 انت جيت معي ماك من البلاد مقطع سي توا كي ياريتي اللبسة ديالو باسكو جافي سوناج كي مات 1957 اون افي بلو لو كو اون ايتي لا بلوتو تعرف عقلنا كاع في التورا وكنا عندنا واحد الايمان انيماجينابل Et Omar, je le classe parmi les gens qui ont un don particulier. جاز واحد من الفدائيين قال له عمو عمو المشوار تاعك راهي تبان. المشوار وشنو؟ كابوسه تاعو كانت تبان. يهضر معاك ما يضحك ما والو يسمى سي دي سيريو ما كان والو. الجيز يا مامير يا ماما يفكرني في خويا. كان شاطر 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 وهو يدي يشوف منا 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 لا ما كانش لا بوليس باش نديرو الطريق بتي عمر يونا في بوكو دون نو فيلاج دون نو فيل دي جون كي اون بارتيسيبي ا سيت غير سوا دي بيرجي سوا دي كي اون كي سون ديفينو دي اجون دي ليزون الولد هذا يعني عطالو ربي الذكاء تاع ما كانش عنده واحد كبير بالك تهضر واش صاير في الدار بالك تهضر واش شفت في الزنقه C'était une éducation
le secret, comment par. On était mûrs avant l'âge. Petit Omar, on a intérêt justement. Et je crois que c'est une obligation même à notre mémoire pour le valoriser et de le mettre en avant un peu plus. Parce que par son sacrifice, par son amour de la patrie, il a besoin d'être, valorisé et de, que nos enfants sachent ce qu'il était. Ils ont commis l'erreur de parler des enfants de la Casbah ou de, dans la résistance en les considérant dans leur scénario comme des enfants. باش تشوف هاي كيفاش الامبيونس كاش تروح تلعب كويرات وتروح تلعب بيزان ولا تلعب زربوط ولا سيتي يا في بلو سا سيتي اون ايتي كيما يقول ازنافور لي زونفون دو لا غير نو سون با دي زونفون لا غير نو سون با لي زونفون ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont dû déchirer. En citant certainement des expériences d'ailleurs, hein, pour nous dire, nous expliquer le comportement de petit Omar et ses camarades. Faire une comparaison entre Guy Moquet et notre petit Omar, il y a des ressemblances entre les deux personnages qui sont tous les deux issus de, dans des conjonctures historiques particulières. C'est-à-dire qui est la, cette conjoncture, c'est la résistance du peuple français contre les nazis et l'occupation allemande, la résistance des Algériens contre l'occupation française. بالنسبه للبتيع عمر شاف النساء شاف الرجال شاف الناس مام هذوك المنحرفين اللي دخلوا في الثوره وتابوا ودخلوا وشاركوا في الثوره لان الثوره هي جعلت منهم رجال أتم معنى الكلمة ولاو رجال وعليهم الكلام. بتي عمر ني با مور سول مات مع جماعة كي موكي مات مع جماعة كذلك اللي فوزيي جو كيز ايتي اون ديزان هو سيتي لو بلو جون بيناتهم دوني اون بيل ايماج دو نوتر ريزيستونس سي دو فوا لا بارتيسيباسيون دو لونفون جوستومون دون سيت غير دو ليبراسيون. كاين أطفال دونك بتي عمر يمثل كل الطفولة الجزائرية. وهذاك التوازن هو اللي يدير الجو والجمال تاع الفيلم ووسع الاراء ووسع التوجه والتمثيل في الفيلم. الفرنساويين جعلوا من الصوره تاع كي موكي يعني خلدوها. سيتي فيرتي ليا ديريتي لي زابي دان ريفوليسيونير اوسي امبورتون كيما هذاك. اونتر بارونتيز دو كونسي جو سافي بلي ليفوليسيون تلحق هكذاك جو لي زوري جامي جوتي. نديرهم علم في داري ونغارديهم pendant longtemps. Ce sacrifice de ces résistants rentre dans cette cette grande marche de l'humanité pour son émancipation. Donc ils sont pas uniquement la propriété de l'Algérie, mais c'est des images qui sont universelles. نتصور هكا اطفال تاع مدرسه يجوا لهذاك المتحف تاع لي لابوينت بوحميدي وحاسيبه وبتي عمر والمعلم يحكي لهم ماشي غير كيما في القسم باش يعيشوا اكثر الواقعه ويرجعوا ما ينساوهاش. ما ماتوش في قلوبنا وفي في 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 عقولنا عند الجزائريين كاملين مازالهم حيين. سيدي الشهداء ها حبهم ربي. خدم حاجه مليحه على بلادو وعلى وطنو الحمد لله. انا مقتنعه بهاد الناس والله يرحمهم. الله يرحم الشهداء وراهم في الجنه يتنعموا. و جيبي لي ان بوكي دو روز روج افيك دو فوياج فير اي ان روبان بلان لي كولور دو ترابو.